بس ما كان يلعب ابدا في كل المباريات المهمه، ما كان في البدايه الظاهر كان مصاب اعتقد كذا. فالنجراني لا، النجراني المفروض انه يحتفظ فيه مفروض. والهلال على كل حال اي مدرب، المدرب اللي بيتولى اداره الهلال، الاداره الفنيه الهلال الله يعينه. طيب هو يبغى حارس، هل الهلال يحتاج حارس؟ اعتقد شراحيلي راح خالد شراحيلي، خالد شراحيلي رباط صليبي مع المعيوف اعتقد، رباط صليبي بيمدي يرجع، بيمدي يرجع في فهد اثنيان. لو بيجيب احد من برا يفكر في من؟ لا لا ما اعتقد من برا، ما في احد، ما في احد متاح، ما في احد. هو العويس راح، هو تيحو الشباب كلهم راحوا، هو العويس راح ما في احد. وليد عبد الله راح النصر، ما اعتقد انه في حارس يستحق. ترى المعيوف صار مثلا في الاتفاق، المعيوف ترى ما هو، لا لا ما اعتقد. معيوف ايش؟ المعيوف ما هو، ما هو بطال، المعيوف كويس خصوصا في كرات بس يمكن يبغى اسمه دائما. المعيوف بعدين المعيوف ما يسرح دائما مركز، طبعا تجي اهداف صعبه ما يقدر عليها اي حارس. لكن انا من وجهه نظر الشخصيه ان عبد الله المعيوف حارس جيد. مباراه الريان لامه الهلال كثير على بعض الاهداف اللي تسجلت في مرمى، وانا وحول المباراه معيوف استطاع ان ينقذ كمان 2-1 وقطع كوره وسلمها وركبت هدف. يعني نذكر المساوي ونترك الحسنات. هو اللي انا اعتقد المعيوف هو اللي قلب مباراه الريان. طيب